السلام عليكم طلابنا، احنا سجلنا المقطع الاول، عرفنا شنو هو الفكتر. خلينا نمثله رياضيا. فكتر ممكن يعني يتمثل بشكل رياضي. خلي نرسم احداثيات، هذه نقول عليها الاكس اكسس وهذه هي الواي اكسس. الفكتر مثلا خلينا نغير اللون، نقول مشى باتجاه الاكس مثلا ثلاث وحدات، هذه واحد اثنين ثلاثة، هذه ثلاث وحدات 1 2 3، ومشى باتجاه الواي وحدتين. اوكي، فش حيصير؟ سقطها، هذا هو الفكتر مالتنا. اوكي، هذا الفكتر هسه بالاوريجن، هذا مشى ثلاث وحدات باتجاه الاكس ووحدتين باتجاه الواي. شوف اثنيناتهم بالموجب، يعني هاي الثلاث وحدات باتجاه الاكس هي سميها اي اكس، اوكي، المقدار مالتها اي اكس، وباتجاه الواي يسميها اي واي اذا هو المتجه اسمه اي. اوكي، هسه الماجنتيود مال الفكتر، احنا مو رسمنا هنا، قلنا هذا الفكتر، هاي الماجنتيود، نمسح الموجود، هاي الماجنتيود اللي بالاسود هنا مكتوبة، هذه شلون نوجدها؟ طولها شقد؟ انا عندي احداثيات اكس وواي، فشلون نوجدها؟ شوف يا طالبنا العزيز، الماجنتيود طبعا يرمز لها بهذا الرمز. اوكي، هذه شقد تساوي؟ شقد طول هذا الفكتر من هاي النقطة الى هاي النقطة؟ فش نقول؟ نقول الاي اكس تربيع زائدا الاي واي تربيع. فمثلا هذا الفكتر الطول مالته يساوي ايش؟ كم وحدة بالاكس مشى؟ مشى ثلاث وحدات تربيع زائد وحدتين بالواي تربيع، ويساوي 9 زائد 4، ويساوي جذر 13. اوكي، هذا هو طول الفكتر. بمعنى اخر الفكتر، اني هذا شلون اكتبه؟ الفكتر اي ينكتب بهذا الشكل، فكتر اي يساوي مشى ثلاث وحدات باتجاه الاكس، يعني الاي اكس نرمز لاي، زائد اي واي نرمز لجي. يعني شو يساوي الفكتر اي؟ فكتر اي يساوي 3i زائدا 2j. هذا هو الفكتر اي اللي رسمناه هنا بهذا الرسم. مثال اخر ناخذ على الفكتر، مثلا خلي نرسم رسم اخر ونشوف الطول مالته. هذا رسم مثلا الفكتر، طبعا هذه الاكس اكسز وهذه الواي اكسز، هذه الاوريجن 1 2 3 4، مثلا 1 2 3. خلينا نقول الفكتر اي هو بهاي النقطة، 4 من الاكس و3 من الواي، من الواي اكو 3 وحدات ومن الاكس اكو 4 وحدات. خلينا نرقمهن 1 2 3، رقم لك اياهن بلون اخر، هذه 1 2 3 4، 4 وحدات من الاكس و1 2 3، هاي بالناقص طبعا 3 وحدات من الواي. اذا هذا هو الفكتر مالتي، هذا هو الفكتر، هذا الفكتر خلينا نسميه بي. طول الفكتر بي يساوي الفكتر بي، عفوا قبل لا نوجد الطول مالته، هو شو ينكتب هسه؟ ينكتب الاي اكس اي
زائدا ال A، عفوا هو هنا احنا رمزنا على B، فينكتب B BX I زائدا BY J، يعني ال BX ايش قد عندي؟ عندي 4 I، ال Y ايش قد عندي؟ عندي ناقص 3، ناقص 3 J، هذا هو الفكتور B. الطول مالته ايش قد؟ يساوي مربع هذا زائد مربع هذا، يعني عندي 4 تربيع زائد ناقص 3 تربيع، ويساوي تحت الجذر عندي هنا 16 زائد 9 ويساوي 5. إذن طول الفكتور بي هذا هو 5 وحدات. واضح طلابنا؟ انتظروني أسجل لكم على باقي المقاطع إن شاء الله. بالتوفيق.